فشلت فشلت بنص عينة انه انا اعتذر منها. ولك مني مني هشر شو حتى انا بجلالة قدري اعتذر منها؟ وانا مستحيل اعتذر منها حتى لو بدي اضطر اترك البيت وامشي، لكن انا جوري بيعمل فيني هيك؟ ايه لحظة لحظة، شو يعني انت جوري؟ شو يا قديرة؟ كأنك نسياني اني مرته؟ ايه وما تنسي انه انا مرته الاولى. لك هلا روقي شوي، خلينا نركز بالمعركة اللي نحن فيها. لو بده يشك براسه ريش يوسف ما رح نعتذر. انا بدي اعتذر اعتذار شديد اللهجه عن جد، وبتمنى انك تسامحيني لانه فعلا نحن كنا عم نعمل هيك مسحه صغيره وكبرت بس مسحه. حياتي يعني انت ما بتتخيلي انا ودرتي تقبش قلبي شو بنحب هيك نمزح ونلطف جو بالبيت. بس ما كان قصدنا انه يصير هيك معك، وما بدنا نزعلك ولا بدنا نزعل يوسف يقبرني لانه هو جوزنا، نحن التنتين بنحبه كثير بحياتنا ما زعلنا. ايه وطبعا انت كمان يعني مزبوط بحبوه كتير، وشوفي هو بيموت عليهم اتنيناتهم، وانت نحنا كلنا كتير حبيناك. كلنا منحبك كلنا. مرسي على اهتمامك، بس بتعرفي ما في داعي تكملوا عن جد. انا مسامحة الكل من قلبي، بعرف انه اللي صار أكيد مش عن قصد. لا مش عن قصد أكيد ولا ولا أكيد. أنا حكيت أنا وسلمى وقلت لها ما في داعي تجوا تعتذروا وكل هيدا الشيء. حبيبتي حبيبتي سلامة قلبك سلامتك بالإذن بالإذنك إن شاء الله يا رب على سلامة. خليكم تسلي ماجدة. شو في ما في؟ روى إجاني مسلسل. شو؟ إجاني مسلسل. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.